ونطلب من كل المدرسين والطلاب يجهزوا للدخول على السنة الجديد. وفي السنة الجديد في السنة الجديد ده نقول في سنين الفاتت مشاكل كتير حصل وما قدرنا كملنا بوقت الدراسة، وما شاء الله سجينا في نهايتها إن شاء الله. بعد من المدارس كملوا بعافية السلامة وبايدين شيء مع آخرين، ودورنا نبدو لسنة 2017 2018 هسه، ودايرين نطلب من كل البارتنير القايدين في التعليم الآلي وساعدونا في الدخول على السنة الجديدة. والحكومة إن شاء الله تكون مسؤوليتها لتكفي المؤخرات عن البورصة عن الأمين عن الطلاب والسالير عن المية عند المدرسين، وإن شاء الله ده بيساعدنا في دخول على نبدو إن شاء الله في من بعد من يومين أم بعد. داير نقول للطلاب في سنين الجاية السنة دي كل كتاب دراسة تكون يدفع شغل إن شاء الله في كتابة هنا في الجامعة، وده يكون نفس الشيء مع الشغل الحاصل في الدول عن السمك، وده نطلب منهم إن شاء الله بيودوا الرسالة كله للطلاب وبيجهزوا إن شاء الله لكتابة عن السنة الجديدة. إن للقروض الصغيرة دور فعال في المجتمع، وذلك لمساعدة ذوي المشاريع الصغيرة والأنشطة التي تمارس بشكل اعتيادي سواء التجارية أو الصناعية أو الخدمية. وفي هذا الإطار نظمت دورة تدريبية لصالح عدد من نساء مدينة مسورو حاضرة إقليم بحر الغزال، وتهدف هذه الدورة إلى معرفة كيفية الحصول على القروض الصغيرة الإسلامية والعمل بها بطريقة جيدة بغية تنفيذ بعض المشاريع التنموية كالتجارية والصناعية والزراعية فضلاً عن بعض المهن الأخرى. في كلمته الترحيبية بهذه المناسبة، عمدة مدينة مسورو عيسى عبد الرحمن شنقلي شكر وزير التدريب المهني وترقية المهن والوفد المرافق له على ما قاموا به من عمل مثمر يدخل في إطار تحسين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة، مضيفاً بأن هذه الدورة تعد إضافة جديدة في تطوير العالم الريفي. حاكم إقليم بحر الغزال طاهر بركاي خلال كلمته أكد بأن هذه الدورة التدريبية ستساعد المشاركات في فهم معرفة مشروع القروض الصغيرة في تنفيذه لأجل تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية التي تسهم في نهضة وتطور الإقليم، وإنها جاءت في الوقت المناسب التي تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية، وهذا إن دل فإنما يدل على جهود الحكومة وشركائها الرامية إلى تطوير العالم الريفي. واختتم حديثه بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي لا زال يبذل جهودا في تنمية وتقدم الأقاليم بالبلاد، كما شكر أيضا شركاء التنمية خاصة مشروع القروض الصغيرة بتشاد لاختياره في تنظيم هذه الدورة لهذه المرة بإقليم بحر الغزال. وزير التدريب المهني وترقية المهن خلال كلمته بهذه المناسبة أوضح أهمية هذه الدورة وما لها من فوائد عدة تعود نفعا لسكان إقليم بحر الغزال. ندور ننتو فورماسيون للأوين هنا في الغزال يوالفهم كيف في المستقبل يقدر يصل فائدة من البروجي كبير، والكوانا كل رئيس الجمهورية فخامة إدريس ديبي يستنوا للبحار بالفقر. من جانبه مسؤول المتابعة والتقييم بالمشروع تحدث عن كيفية الاستفادة من هذه الدورة. نخدم مهم الاسبير هنا بنك إسلامي كل جاي نخدم في تربية الفنانسما إسلامي كيف يمشو فنانسما إسلامي ده كيف كله يناقشوا. وللمعلومية فإن الدورة نظمت من قبل مشروع القروض الصغيرة بتشات عبر البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بالتعاون مع وزارة التدريب المهني وترقية المهن، وأن عدد المشاركات فيها 70 مشاركة يمثلن مختلف الجمعيات المدنية والاتحادات النسائية بالمنطقة، وتستمر لمدة 2 على التوالي. ألف وتسعمائة وتسع حقبة تردك إلى مشهد النار والدمر والهجرة الطوعية في فترة حرجة عاشتها البلاد. عاش هذه الفترة بالقلم الدكتور حسين عز آدم الذي سطر أطروحته لرسالة الدكتوراه بعنوان أثر الصراعات على الاستقرار السياسي في تشاد بهذه الدراسة التحليلية،
وتمثلت مشكلة الدراسة في تسليط الضوء على العوامل والأسباب التي أدت إلى الاضطرابات الشعبية وما نتج عنها من خسائر مادية وبشرية في تلك الفترة. وفي هذا العرض تم تناول أهمية الدراسة التي كشفت الجوانب الخفية لتلك الصراعات وتركيزها على البيئة الداخلية والخارجية. هذا ما أكده كل من الدكتور عثمان الفال والدكتور حسن يعقوب في مداخلتهما. أما صاحب الرسالة الدكتور حسين عز آدم فقد أوجز بعضا من نتائج رسالته على الحشد. تعرضت كورولينا التي انطلقت من أهداف وطنية للانقسامات نتيجة للطموحات الشخصية لزعمائها، وتعددت الانقسامات داخل الفصيل الواحد لتصل إلى 11 فصيلا عسكريا في مؤتمر لاغوس عام 1979 وإلى 21 عام 1989. كما تطرق أيضا الدكتور عز آدم إلى توصيات البحث. لابد أن يكون هناك تغييرا جذريا، إذا أردنا أن نغير لابد أن نغير أنفسنا في البداية، لابد أن نغير أنفسنا في البداية ومنها ننطلق، لأن تشات تضم الكل وتسع للجميع، وبالتالي الدراسة أثبتت هذه الجوانب، وبالتالي نستطيع أن نكون في مصف الدول التي كان لها الاستقرار والتقدم. هذا ونذكر بأن أطروحة الدكتور حسين عز آدم المعنونة بأثر الصراعات على الاستقرار السياسي في تشاد استطاعت دراسته أن تجيب على بعض التساؤلات التي أبرزها سؤال هل انتهت الصراعات أم أنها بدأت مرحلة جديدة؟